السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، كل شيء بخير. كنصبح لكم بهاد الغريسات الجنينات، يا كل شيء بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنصوب معكم واحد لاجينواز كاينة عندي في القناة. دابا غندير معكم غير باش كيفاش غنمونطيها، طريقة سهلة باش نيتي حفظوها. عندي جينواز هيا خص نقسم على جوج، هي هادي كاينه الطريقه ديالها في الفيديو. عندنا هاد الليمون درناه في الفريغو باش نضربو فيه لقفان فقاش، وعندنا الشوكولات مذوبينو فهو راه كاين في القناه، غادي ندفيو في الباماري. وخليكم معايا في المونطا. دابا غادي نضربو لا كريم فريش، هاهي درناها هنا، غنزيدو فيها واحد المعلقة ديال السكر غير شوية، لأن غنسقي الكاطويا بالسيرو ديال لي فخوي. عندنا ساشيه ديال الفاني، كنبداو نضربو حتى كطلع. بسم الله، هاهي قريبة تنجب. غير نوقفو هادشي شوية ونحبسو باش منضربوهاش بزاف حتى تغيب بحال الزبدة. صافي هي وجدات دابا لي كتعود بحال هاد الشكل. دابا غنحبسو، دابا غنجيبو الكاطويا، غادي نديروها في هاد هدا، غادي نسقيوهم بجوج، نسقيوهم مزيان بالحليب وبشوية السيروم ديال لي فخوي، ولا غير بالحليب بوحديتو ولا الليمون بوحديتو معصر. كنسخوها مزيان، تالي هاد الجوانب. هادي الجنوازة عادية، فيها ستة البيضات، فيها نص كاس ديال الزيت، فيها كاس سنيدة، جوج خمارات، وزلافة ديال الطحين ديال 400 غرام، فورس مغربل، وفيه جوج خمارات وواحد فاني. هادشي اللي كاين فيها، راه سهلة وراه كاينة في القناة. أنا بغيت غير ندير معكم هادي سهلة، حيت هذيك طويله شويه في الحلقه، هذه اقتصدت على الحلقه. دابا غادي نديرو الثانيه حتى هي نسقيوها. كنسقيوها كلها، كثري هاد الجوانب شويه كل حنا ما غاديش نزولوهم. دابا غادي نقادو، دابا غادي نديرو لا كريم فريش. هيا شتيها واقفة، دابا غادي نديرو الزيت الثاني، غنديرو غير لا كريم فريش بوحديتها. غناخدو هادي نقلبوها عليها بهاد الطريقة، فوالا. صافي، دابا غادي نحيدو هادشي، غادي نجيبو الشكلاط. ها هو الشوكولا، لا كريم الشوكولا، فيها جوج صفار ديال البيضه، فيها كاس ديال السنيده مذوب على نار مهيله، وفيها 100 غرام حتى 130 غرام ديال الزبده، وفيها 150 غرام ديال الشوكولات.
هاد الشوكولاط زدنا عليه واحد المعلقه ديال لاكريم فريش كانت شاطت، غادي نخلطوها معها. دابا غادي نبداو دابا غنكبو فوق من الكاطويا. أسهل طريقة هي هذه، ندورو كلشي الجناب نزيدو الشكلاط لي باقي نخلي واحد شويه تبرد. دابا غادي نبداو نزوقوها بالفرشيطه هكا، الطريقه اللي والمت وتخشى في الثلاجه حتى توقف هاد الشوكولا. نكونو سالينا الحلقه، هادي هي الكاطويه ديالنا، تنقدموها مع عصير قهوه مع كلشي كتمشى. فوالا بالصحه والعافيه البنات، باي باي.